للمزيد ينضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. رائد، لنبدأ من شهادة باول المرتقبة اليوم وغدا، يعني بماذا تعتقد أنه سيلمح؟ هل سيكون هناك حديث مباشر أو غير مباشر عن ضعف الاقتصاد الأمريكي، وماذا ستكون تأثيراته؟ صحيح ذلك، نحن ننظر أو ننتظر شهادة جيروم باول أمام الكونغرس، والتركيز الأكبر يكون على إظهار هذا البيانات الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. البيانات الأخيرة أظهرت بعض الضعف سواء كان في سوق العمل ببياناته المضطربة أو المختلطة نوعا ما، ولكن أظهرت أنه الانبلويمنت أو البطالة ارتفعت بعشر بالمئة، كذلك الأمر تعديل القراءات السابقة، نضيف إلى ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقل من التوقعات. كل هذه هي عوامل أساسية تظهر أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر ببياناته الجزئية بعض الضعف، وأعتقد ذلك يقرر متى سوف يكون موعد تقليص أسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي، خصوصا مع أنه التضخم بدأ يظهر قراءة قريبة من التوقعات وبدأ يقترب أكثر من المستهدفات. بالتالي جيروم باول الأنظار تتجه إليه إلى هل سيكون سبتمبر هو الموعد الأول أو لا يزال مطروحا بشكل جيد إمكانية أن يكون تقليص الأول في شهر سبتمبر، وإذا صار في سبتمبر فالعام لم ينتهي بعد، فلدينا احتمالية نوفمبر لا تزال قائمة، وإن سوف تنخفض بشكل كبير إذا ما تم التقليص في سبتمبر. ولكن مزيد من البيانات الارتباط أكثر بقرار الفيدرالي بالبيانات الاقتصادية وإظهار هذه البيانات ضعف في الاقتصاد سوف يسرع من عملية تسهيل السياسة النقدية الأمريكية. إذا تتوقع خفضين لهذا العام، وإذا ما انتقلنا للأسواق البورصة الأمريكية، يعني الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق والمؤشرات الرئيسية، ما هي أسبابها تحديدا وإلى أين؟ يعني هي تثير القلق إن صح التعبير، هذه الارتفاعات القياسية والمبالغة باتخاذ الرغبة بالمخاطرة والتوجه نحو أسواق الأسهم بهذا الشكل الكبير، ومبالغة في تقدير ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام نراها من خلال الأرقام. يعني عم نشوف الناسداك عند أعلى مستوياته تاريخيا، S&P 500 كذلك الأمر يواصل تحقيق ارتفاعات قياسية. أعتقد أنه المحركات الرئيسية ذكرناها، ثورة التكنولوجيا، ثورة الذكاء الاصطناعي، والإيرنينج سيزن أو موسم الأرباح الذي ينطلق حاليا. ربما هذا الأمر سوف يتأثر نسبيا ببعض الأحداث اللي ممكن نشوفها بنهاية العام مثل الانتخابات الأمريكية، ولكن لابد من يكون في عندي نوع من التصحيح في الأسواق أكثر عمقا إن صح التعبير في الفترة القادمة، خصوصا أنه رغم نشوف نحن تغيرات منتظرة في السياسة النقدية ولكنها ليست واضحة، وفي نفس الوقت عم نشوف تغيرات في المشهد السياسي إجمالا في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بنهاية هذا العام ويحدث في باقي أرجاء العالم. الرغبة بالمخاطرة بهذا الشكل الكبير لابد أن يكون لها توجه تصحيحي نسبيا. طيب رائد، على ذكر الانتخابات بقارة أوروبا، الانتخابات التشريعية الفرنسية، يعني حدثني عن تأثيراتها على اليورو وعلى الأسواق بشكل عام. يعني نحن شفنا حتى الآن تأثيرات سلبية حقيقة سواء على سوق الأسهم أو على اليورو بوجه التحديد، تعتبر يكتنفها غموض، عدم وضوح، عدم مقدرة التكتل الجديد اليساري الذي تمكن من النجاح في الانتخابات من اتخاذ قرارات جوهرية أو حاسمة فيما يتعلق بالاقتصاد الفرنسي، وصعوبة تمرير القرارات في المستقبل. ذلك سوف يشكل غموض، عدم وضوح بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للاقتصاد كذلك، الأمر الذي يحتاج حقيقة الاقتصاد الأوروبي إلى حزم تسهيلية مالية ونقدية كبيرة حتى يتجنب الركود مرة أخرى، وشفنا ركود أكثر من مرة في اقتصادات داخل أوروبا. مع وجود تعثر في القرار السياسي أعتقد رح يكون في عنا مزيد من المخاوف، وذلك سوف يؤثر على الداكس، سوف يؤثر على الكاك الفرنسي والمؤشرات الفرنسية إجمالا، وربما نشهد بعض التراجعات أكثر على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. إذن رائد الخضر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.